بنكمل معاكم مشاهدينا الجزء الثاني من ملك الموسيقى يحيى الموجي. صحيح حضرتك في بداياتك يعني كنت لما بتيجي تمسك العود الرائع محمد الموجي كان ساعتها بيقول لك لا سيب ده وامسك الكمانجه احسن؟ يعني في البداية انا طلعت من صغري لقيت العود قدامي، كان عندي 8 والموهبه سنين انت مولود بيها. كان عندي 8 سنين 9 سنين، رحت ماسك العود لاعب اسأل روح، 8 سنين رحت لاعب اسأل مشيته روح ازاي طيب؟ بعمل كده عليه بتقلد بقى باباك. بعمل لعبت الصبر حدود واسأل روحك، اول اغنيتين العبهم على العود وانا صغير. ياه لعبتهم على طول كده لعبتهم على لوحدك طول، وكان في ازاي؟ تقسيمه عود حتى في اسأل روحك، كنت بلعبها بمنتهى الاتقان وانا صغير كده. يعني الموهوب ده بيتولد بالفطره ولا نقول ايه بالظبط؟ ولا علشان اللي سمعته واتربيت عليه ولا ايه هو بالظبط؟ استغرب يعني، قال لي طب مين اللي علمك؟ مين اللي علمك مسكه العود؟ مين اللي علمك تعزف كده؟ مين اللي علمك تعزف المقام كده؟ مين؟ قلت له ما اعرفش، انا لقيت نفسي بلعب كده لوحدي. قال لي لا انت بقى تسيب العود. قلت له ليه ده انا بحبه؟ قال لي لا لا تسيب العود، انت أنا لا انت فيك موهبه، لازم تدرس بقى حاجه اعلى من العود، تتعلم كمانجه، روح المعهد الكونسرفتوار، ادرس هارموني، ادرس اوركسترا، ادرس الكتابه، ادرس الحاجه اللي انا اتحرمت منها، انا ما درستش، لان هو مش دارس. يا خبر ما فانت شاء الله مش كل ده دارس، ومش مش دارس. دارس. امال لو كان درس كان هيعمل فينا ايه؟ قال انا ما درستش، فانت ادرس عشان تعوض اللي انا اتحرمت وكان منه. عنده فعلا بعد نظر. طبعا قال لي العود مش مستقبلك، هتبقى عواد في فرقه يعني، يعني اخرك ايه، هتبقى عواد في فرقه، تعزف عود في فرقه؟ لا ما كانش لا يعرف لا بقى ان انت قال لا انا عايزك هتطلع موزع تخش بقى وملحن و عشان نلاحظ الموهبه اللي مش تعاديه على طفل يعني. لا فعلا كان عنده بعد، مع ان العود دلوقتي ترند برضو يعني دخل في بعض الاغاني الحديثه إلى حد ما بس يعني، شويه بس برضو مش شوية على استحياء، لكن مش ملوش بس وجود الكمانجه تقريبا. تكسب. طبعا كمانجا ودراسة الهارموني والتأليف الموسيقي والتوزيع الموسيقي، عايزك تبقى زي قدرية رضا، زي علي اسماعيل، زي تطلع زي انور منسي تطلع، فابتدى يحفزني بقى. طيب الوالد غنى اغنيه يمكن في ناس كتير ما تعرفهاش يعني من جيلنا، فنجان شاي فنجان مع سجارتين، الشاي فنجان شاي جزيلة. عصيرتين. ما بين العصر والمغرب. هو كان صوته حلو جدا جدا صوته وكان حلو، نفسه يغني. كان طالع مطرب، بدايته كانت مطرب، ودخل الإذاعة عشان يبقى مطرب، اترفض كمطرب، قالوا له صوتك مش مطلوب معانا اليومين دول، لأن صوته كان ضعيف ورقيق كده، فقال لا احنا عايزين الصوت القوي اللي هو يغني من غير مايك ده، فأنت لا يعني خليك ملحن أحسن، فاعتمدوه كملحن وما اعتمدوش كمطرب. ده احنا كنا فاكرين عبد الحليم حافظ هو اللي عمل كده. لا لا قال له لا انت تلحن لي وبلاش لا تغني. ده من قبل ما اعرف عبد الحليم. بس اغنيه كانت جميله برضو، فنجان صوته شاي كان حلو جميلة. جدا جدا. جميلة.